Pop, 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 pop. Oh, bienvenue, oh. Salam. Est-ce que je peux avoir une petite tasse de thé? Avec plaisir. Avec plaisir. Alors, tu te charbes et on la brite. Les brites, j'y vois. Les brites, 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 روح اختي الشربية تاي وستمتع لي مع روحك راكي لي بطبيعة الحال. السلام عليكم الاخوان دياولي كي راكو دايرين، نتمناكم تكونوا في احسن الاحوال. معاكم عادل البندحو، عادل البندحو كالعادة في قناة عادل البندحو. فوالا لا رياكسيون لو غوسونتي النشاط، ها هو النشاط الاخوان ديالي، الحاجه اللي تجمعنا في المحبه والنشاط والتسليه الهادفه. فوالا راكم معايا وراني معاكم بوان فينال الاخوان ديالي. ان شاء الله ان شاء الله اليوم غادي نشوفوا وهران، نشوفوا وهران بالمناسبه ديال كما قلت لكم دائما الالعاب البحر الابيض المتوسط جو ميديتيرانيان. اي با الاخوان ديالي غادي نشوفوا ان شاء الله لي انفراستركتور ديال وهران اللي يعني اللي حقوها في هاد التظاهره ولا هاد لا سيريموني هادي ديال لي جو. ايوا ان شاء الله في نفس الوقت نشوفوا وهران ونشوفوا الاجواء وكي يقولوا نتقاسموا معكم كما نقولوا الفرحه ولا رياكسيون ديالي كذلك. فوالا لو سنتيمون ديالي فوالا مش غادي نقول لكم الاخوان جبرت ما نقول فوالا خصني نشوفها، ما عنديش كلمات باش نعبر. خصني نشوف وهران، واخا راني شفتها ديجا وحطيتها على الفيديو هنايا ديال بلال الشاب بلال وهران اللي غني على وهران حتى هي وفيها كيقولوا لو فيو سيال يعني بالدرون شفنا وهران كيفاش دايره. وان شاء الله اليوم غادي نشوفوا لي زانفراستركتور ديالها ولا فيل كذلك شويه والناس ديالها. فوالا الاخوان ديالي قبل ما نمشيو ان شاء الله لا فيديو ومن بعد هذا الانترو ما تنساوش تابونيو تجمجموا تكليكيو تعاونوا ورا اخوكم الا ما كنتوش نتوما راه ما كاين والو. الدعم الاخوان ديالي دروك اللي راك تشوف فيها اخوان غير كليكي واش خاسر. لان الا ما كانش الدعم الاخوان ديالي نكونوا صراحة يعني القناه الا ما كانوش الناس كيدعموا كيديروا ابوني وكيديروا جام ويتفرجوا فيك مثلا. فوالا تقدر حاجه تعجبك حاجه ما تعجبك، هذا الفيديو يعجبك ربما لا بروشين فوا فيديو ما يعجبكش ومن بعد. المهم دائما داير الجرس اي جديد انت هو الاول تشوفه. فوالا اخوان ديالي نتشوفوا ان شاء الله من بعد هذا الانترو. عادل البندحو هذا اليكم من جديد اخوان ديالي. الكاسك كالعاده اوب فوالا الدبان وتقول حسي بالسي راه ما كاينش الحس ابن عمي ما كاينش الحبس. عطلك لي الفراجه اتاكيو لا الدخله رود تو طريق الى وهران. طريق الى وهران الاخوان ديال طريق الى وهران راني جاي يا وهران. هذه راه تعيط لي هذه مده راه تعيط لي قبل ما تموت جده الله يرحمها. كنت غادي نجيبها لاجي كنت غادي نجيبها للمعسكر مي ما عدلولهاش باسبور كان واحد المشكل ديال الباسبور ديالها وتوفات الله يرحمها شي 40 عام ما شافتش الاهل ديالها واخواتها وخوتها وعائلتها يعني العائله ديالها هي الجيريان الجده ديالي الجيريان وما شافتش ما كتبتلهاش من بعد الاستقلال. فوالا من بعد الاستقلال دخلت المغرب يا ربي في 75 ولا في 78 ولا المهم في 78 بحال هكذا دخلت المغرب. فوالا اسست الاسره ديالها ومن بعد ما كتبلهاش انا كنت غادي واحد نجيبها ولكن الله غالب. عاد عمي عيط معايا نقول عدلها الباسبور ما عندناش دائما ما عندناش فوالا يتسناو هما كلشي نديرو حنا بجيبنا. اي اخوان داولي هذا غير بين قوسين فوالا فوالا كيما يعني قلت لكم راه تعيط لي وهران ما كتبتش 20 عام ولا 15 عام شحال قبل ما من مات الولد ديالي تزاد ادم يعني 10 سنين. هذه 10 سنين الاخوان ديالي باش توفات جده 10 سنين دائما كنقول لها نمشيو قبل 10 سنين نمشيو ما كتبش. ايوا شو كي دايره وهران شو شو لي زانفراستركتور ابن عمي شو ساتيسيوس اتاي في خاطر الناس اللي بسطاء في خاطر البسطاء الاخوان ديالي. هذه اورو نيوز
الفيديو ديال اور نيوز فوالا شتو وبغيت نتقاسم معكم هذا الفيديو كونتر لوران كي نوتر واياج كومونس vous allez découvrir comment la Zinziarizi se prépare à accueillir دابا ماشي صحفيه فرنسيه راك تهضر بالفرنسي مي ماشي صحفيه فرنسيه لان اور نيوز فيها يعني كاع الدول 27 او 28 مش عارف بالضبط واش عندهم 28 ولا 27 انا كنعرف اون جينيرال 27 و 27 دوله في الاتحاد الاوروبي لا زادوا شي وحده الله اعلم بعلمه فوالا وباغيين يزيدوا اوكرانيا فوالا الله يسهل 19 même en France pareil l'ottomane et française التمر جزائر معروفه بالتمر يا الاخوان ديالي ما نهضروش عليها حنا عندنا الصحراء كذلك التمر الجزائر معروفه بالتمر تونس الجزائر هادو لان السلعه اللي كتدخل هنا لفرنسا تقريبا الجزائر وتونس التمر اللي راه يدخل هنا لفرنسا اغلبيه ديال الجزائر وتونس فوالا باش ما نكذبوش على روحنا الشيء اللي كنشوفوه بعينينا مانيش نقول لك الجزائر هي الاولى ولا تونس هي الاولى في التمر ولا كذا انا ما ندخلش في هاد التفاصيل الاخوان ديالي ما رانيش محلي اقتصادي ولا فوالا باش نكونوا يجي يدخل عليا شي واحد بالتعاليق يقول لي حنا هما لي برومي دو موند راني نديروا التمر التمر غير تاع الله سبحانه وتعالى راهي حتى التسقيه راه ما تسقيهش يسقيه الله سبحانه وتعالى انت تجي تجبروا واجد تاكلوا تقول راه ديالنا بيجاك ديالك خير تاع الله سبحانه وتعالى Une métropole à l'histoire millénaire, riche en traditions voilà. et culture, la qui est aussi tournée vers la modernité. حاوسي يا اختي حاوسي لي شوفي تبرع لي مع راسك حمك على عيناتك وعيد ديال سيادتك ليه اوروبا قول لهم واش شفنا فيل كي براتيك غوفيرنور هذا طول طون غوفيرنور يعني البريفيك بريفي لو بريفي سور ايسات لو بريفي لا ريجيون اورانيز شو كي داير لا ريجيون والله شو لي كارتي والله الا مين شوف هاد الزنقه هادي راه بحال يا ربي بحال مارسي ولا كاين دي كارتي والله الا يغوسومبل كيما نقولوا يغوسومبل فريمون كاريمون كيما نقولوا مارسي فوالا لا ستركتور ديالها سبحان الله يا اخوان ديالي والله الا انا راني جاي اخوان ديالي راني جاي pour l'Algérie oh coucher de soleil une des particularités de cette ville ce sont les animations qui accompagnent le coucher du soleil pa ben ami wa Salam. Est-ce que je peux avoir une petite tasse de thé? Avec plaisir. Avec plaisir. Tu te charbes ou la brittie, les brittie, j'y bois. La boîte brittie, thé, brittie, kawa, thé, chlib. اتبرعي لي معروحك ودي لهم قولي لهم احنا رانا كنستقبلكم ورانا مترحبوا بكم وراكم في كي يقول في امان الله وحفظه روح اختي شربي اتاي واستمتعي لي مع روحك راكي لي بطبيعه الحال اعتذر على هذا الانقطاع الاخوان ديالي فوالا توشيت بلا سوري ساريف توشيت بلا سوري ديالي المسائل اي فوالا اي وان كونتينيو دون لي رو اون ديكوفر دي سيفر واه المرقاز اوكي عطيها المرقاز السي عطيها المرقاز تمرقز لي مع روحك اي لي شوا لي بروشيت très 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 bon très 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 bon très 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 bon les brochettes ikhwan diawli très très nana waran kan chi vlogat ram yidirhom chi misriyin kimchiou tma mchiou waran shitou mana f youtube galek waran bellil alam akhar waran bellil waran la bghit tahousha bellil apre le coucher de soleil akhwa waran ba alam khar nas katihya men jdid بنهار ما يشوفهمش بي بالليل كيحياو كيخرج لك تعرف ولا قال لك سبحان الله هما عاد النهار ديالهم كيكوماسيو بالليل هما يخرجوا تعواوت لي بوتيك والنشاط الاخوان ديالي دائما فيستيف هما Dans les rues et les boutiques d'Oran, on ne parle que des jeux méditerranéens. Ça va apporter un plus, ça fait découvrir au monde entier la ville d'Oran. C'est une ville très agréable et qui est ouverte à tout en fait. نعرف راهي اوفر اخويا جانا كتبوك حنايا سي فري افيك امباسيونس اي سي ان بليزير سي ان اونور بور اوران ك ايل فا اتر سو لي بروجيكتور دو توت لو باسان ميديتيراني من عمي راني انا واحد البروجيكتور قدامك ها راني نشوفك ها انت تشوف راني نقابض كلشي ما تخافش اخويا انا بروجيكتور ديجا لا انا ان شاء الله غادي نهود راهم يعيطوا لي سنين راهم يعيطوا لي روح قسم لك يمين راه فراسا ما تخليكش تتجلس مع اولادكم يلفوا راني نقول لكم بالقلب والله لا اوروبا راه شويه قاصحه يا اخوان ولكن واش خلاونا الناس العياني الناس الناقصين خلاونا صابي ما خلاو حتى واحد لا كاين خدمه لا ردمه والو كان غير
بلا من كان غير جمع الطابلة ومسحها ورجلها وركوا عارفين من فهم يفهموا والقارئ لا توريه la première édition de ولا شو راني نقول لكم اخوان ديالي احسن حاجه دارها الغوفيرنور ولا ليطا هذه اللي راكم تشوفوا فيها الاخوان ديالي هذه واعره هذه هذه الاركتيكتور ديالهم هذا الاركتيكت هذا اللي دار هذه والله الا مصمم روعه الطوب يا اخوان ديالي الطوب ما نهضروش عليها ثلاثه ديال اللي سبحان الله يا اخويا اه واعره واعره ما نهضروش عليها اه شو 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 التصويرات هي هي تهضر روحها هي تعطيك الخبر اه انت تشوفها سبحان الله الانتغال هي هات الكومبلكس يا ربي الاستاد هذاك اللي قدامه مانيش عارف تاع من 100% غادي يكون لا بيسين وهذا اللي هنايا ها ولا بيسين هذا اللي راه هو اللي قدامي الاستاد مانيش عارف شنو هو هذاك جيمناز سيغ سيغتان جيمناز هذاك Jeu s'est déroulé en 1951. Depuis, ils se tiennent tous les 4 ans dans un pays de la région. L'Algérie les avait d'ailleurs déjà organisés en 1975. 75. Cette année, ils réuniront les athlètes de 26 pays dans 24 disciplines. Les compétitions se dérouleront sur 22 sites de la région d'Oran. Certains ont été construits pour l'occasion, d'autres ont été totalement remis à neuf. Ah, les stades, ouais, Arena. Rénové, hado, rénové, hado. L'État algérien a fait un effort extraordinaire par rapport à la réalisation des installations en normes et aussi la réhabilitation et la mise à niveau du parc infrastructurel déjà existant. Je pense qu'il y a un temps, l'Algérie pourra organiser n'importe quelle manifestation d'ordre international. Un village méditerranéen a même été bâti. C'est un nouveau quartier de la ville d'Oran qui s'étend sur l'équivalent de 55 terrains de football et qui pourra être les athlètes à Dofinineso, Minerijo, Yanimaïm-Chouchou-Lotel. Village Yalom, les athlètes. Différentes infrastructures et équipements, toutes les communautés sont disponibles afin d'offrir aux résidents un lieu d'accueil impeccable. Ah, écoute, allez, t'en fais un mec, quoi. C'est ce stade olympique flambant neuf avec ses 40 000 places. Ah, stade qui accueillera notamment les compétitions de football et d'athlétisme. Ah, les frères d'Oli, c'est top. Stade. Il fait 40 000. 40 000. Ça va, quand même, ça va. Yani pour les Oraniens ou les Oraniens, 40 000, c'est un chier. Tu sais, les Oraniens vont être nachetés. Ils vont être le bouton. Ils vont être les gens qui على الجي مع ورن مع منعت مع معسكر ديجا انا عمي كان يلعب مع معسكر في البطوله الوطنيه ولعب كونتر بلومي العم ديالي راه كان غارديان ديال معسكر الا الاخوان ديالي راه نقولها لكم ونعاودها لكم لافي ديالي ما تعرفوهاش الاخوان ديالي مغربي ولكن لافي ديال لافامي ديالنا راه لا موتي الجي موتي مروك اي المروك يا اخوان فيف لو ماروك mais aussi les cérémonies d'ouverture et de clôture de ces jeux. Le propre des jeux, c'est de laisser un héritage. Alors le responsable, le commissionnaire, je pense, le commissionnaire, au mouvement sportif national, commissionnaire, à travers ce magnifique ensemble que constitue. Stade, Allah, il a vraiment ouais, un stade top. C'est ici, dans ce stade olympique, que le 25 juin prochain sera donné le coup d'envoi des Jeux méditerranéens. Quant à nous, on se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode des Road to Oran dans lequel je vous amènerai au cœur de la Méditerranée. Au cœur, je vous amènerai au cœur de la Méditerranée. Moi, je vous amènerai au cœur de YouTube. Vachou vous, Warren, Warren top. Voilà, les gens qui ont dit Warren, vive Warren, t'bakallah la Warren, Nas Warren, l'Albahia, l'Alia. ما نهضروش عليها الاخوان ديالي تنشطوا لي مع رواحكم وراكم فرحانين وان شاء الله فيديو جديد اخوان ديالي ما بطاش عليكم ان شاء الله فيديو جديد شفنا لي زافريستركتور ديالهم شفنا شويه ديال لي كارتيي شويه كارتيي الاجواء كيما نقولوا ديال برا ناس نشطه تاكل لي ريستو القهاوي مبرعين الاخوان ديالي والله الا راهم احتفال عندهم واعر الاخوان ديالي نتمنوا لهم غير الخير ناس ديال الجيري ونتمنوا لهم فهاد لا سيريموني تفوت على خير وبخير الاخوان ديالي يفرحونا يفرحوا الافارقه فوالا والباسا ميديتيراني يعني تاع اوروبا داخله ايوا الاخوان ديالي تهلاو لي في روحكم ونشوفوا ان شاء الله فيديو جديد في دائما وهرن وهرن اخوان ديالي غادي نبقى غير فهرن هاد الساعه وهرن في وهرن غادي نبقى فهرن وغادي نموت على وهرن وغادي ان شاء الله نجي لوهرن وبربي حتى نجي لوهرن طارت ولا هبطت ان شاء الله باذن الله اخوان ديالي باذن الله فوالا واخا نقولوا غادي نجي راه قلت لك راه 10 سنين ولا 15 عام نقول نجي ما جيتش فوالا
فوالا. ولكن راني ديسيديت هذا العام ان شاء الله ندي الوالد يشوف المسقط الراس ديالو، مسقط الراس ديالو فين طبوا فين كبروا فين فين فاتوا فين حوس. هذه هي الامنيه ديالي، تبقاو لي على خير وتهلاو لي في روحكم. تحياتي.